عسلامة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نهار الأحد غير همك. اليوم الحلقة نتاعنا سبيسيال تياتر، دونك لي زانفيتي نتاعنا تعرفوهم، إيسون تخيز أكتيف توا في المسرح. خلينا نستقبلوا الانفيتي الاول اللي باش يكون معنا سهرة الليلة، نستقبلوا مع بعضنا زهير الرايس. معنا حلقة اليوم توفيق البحري. ولادي تيزن اللي باش يكون معنا ليلة لو شوشو دو لا تيلي تونيزيان، محمد براد. هذوما لازم نتاعنا حلقة اليوم، نستقبلو كالعادة لي كرونيكور نتاعنا بيكا مصطفى يوسف جويل. كالعادة نحب تصديق جديدة دي جي دورا. هكا كونوا كملنا التشكيلة بتاعنا نتاع حلقة اليوم نتاع نهار الأحد، ما يهمك. مرحبا بكم يا جماعة، شرفتونا بحضوركم. تو مزلنا كي قلنا اللي تو كملنا التشكيلة بتاعنا نتاع نهار الأحد، ما يهمك في حد، اما فما ساعات يلزم يكون يهمك. وتو فما حاله يظهر لي تهمنا الكل وتهم تونس الكل. قبل ما نبداو نحب بالحق نقدموا توت نو كوندوليونس لا فامي دي فيكتيم تاع اكسيدون عمدون. انا باسمي وباسم فريق وبرنامج نهار الاحد، ما يهمك في حد، ان شاء الله ربي يصبر الوالدين، ربي يصبرهم، الله يرحمهم وينعمهم. الجمعة ذي تعدات صعيبة ياسر لتونس وللتوانسة الكل. بالحق معناتها ليفينمون نوزا فريمون اتريستي. جمعة كاملة عشنا حالة نتاع تريستيس، نحبوا اون با يو لوكازيون دو لو فير الجمعة اللي فاتت، دونك نحبوا نرحموا عليهم الكل، ان شاء الله ربي يصبر والديهم. وان شاء الله ربي يشفي زاد الجماعه اللي مازالوا في السبيطارات، خاطر برشا من جماعه ان شاء الله ربي يشفي الجماعه اللي مازالوا في السبيطارات. اون لوغ سويت ان بون ريتابليسمون دو فون دو كور. وهذايا قضاء وقدر، هذايا هي الدنيا. لهنا احنا الميسيون تاعنا نحاولوا اون اسي دابورتي ان بو ديسبوار، اون اسي دو نخفوا شويه من كميه لا تريستيس ونرجعوا شويه امل للعباد. دونك ما نجمو نقولو كان ان شاء الله لافنيغ يكون ميور لتونس وصغارها. ونحب جوست قبل ما نبداو في ليميسيون تاعنا اون اوبسيرف اون مينوت دو سيلونس مع البوبليك، مع لي زانفيتي، مع لي كرونيكور الكل، دقيقة صمت وبعد نبداو في ليميسيون تاعنا.
ميرسي يعيشكم. انا سمحني اقتراح للببليك ان فماش بنات تعرف تزغرت زغرت لك الشباب البنات وعزبات وصبيات وكل على دومون دو توفيق البحري زغريتا على تو نجمو نبداو في ليميسيون تاعنا كيف ما قلت لكم قبيله احنا لهنا نوتخ ميسيون نحاولوا نخفوا من الكونتيتي نتاع لا تريستيس اون توكا فرحانين ياسر اللي جيتوا بحذانا يا جماعه محمد مراد زهير الرئيس توفيق البحري نحبوكم نعزوكم تخي زيد حتى العباد الكل في ديارهم فرحانين ياسر خلينا نبداو بك انت زهير تصفيق على زهير الرئيس معنا اليوم عايشكم C'est toujours un plaisir de t'avoir معنا زهير زهير به زهير on va parler de plusieurs volets انت زهير مخرج كاتب مسرحي ممثل وفي المسرح وتنتمي لفرقة مدينة تونس هكا ولا اي اون بلوس دو تو سا زهير الرئيس يا جماعة مدير المسرح البلدي عايشكم عايشكم سي ان اونور بور موا والحمد لله وربي فضلك في الدعوه محلاها اللي عملتها توجور انا وقت اللي تستدعيني نعرف اللي الحكايه باش تكون مزيانه ونعرف لا بالحق تبدا متهني معايا نبدا متهني نضال محلاك مش خاطر ابار كل شيء انت كانسان انت كانسان محلاك متربي وما فماش واحد ينجم ما يحبكش يعني ربي يستر ربي يستر ربي يستر عايشك يا زهير ربي يستر وانت زاد انسان ما عليك ومتربي وتالونتي قعدوه هذا باش يقول حاجه خايبه قعدوه صحيح ما نقولها ما يحبوش هذا ابعث لك نضال هيت 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 عربون هذاك هيت العربون الاولي صح انت مصطفى تو نرجع لك من بعد على الحلقه نتاع البارح نتاع فكره سامي الفهري عندك انت عقاب هذاك انا جايك مزيان 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 كبير تو نرجع لك من بعد دونك زهير تبارك الله une carrière نتاع plus que 20 ans 25 ans à peu près هكا ولا 26 ans في بالنسبه للتلفزيون 26 ans بالنسبه للتياترو انت تحسب سونسونيك لازم سونسونيك تاع هذا شو هذا كان ما سكرولوش فمه بحاجه شو قعد يقص عليا ديما كان ما قص كيكا لا مي سي بيان جبت الحكايه بالملي 26 ans اكزاكتومون انا ايكيب اللي تخدم على التلفزيون تشفيق على ليكيب كيف لا بريباراسيون 26 ans, mais les petites télévisions, ou on dit 30 ans exactement, mais les petites théâtres. D'accord. Ou 25 ans de carrière, tu as fait des choses différentes, cinéma. وكنت زهير قبل ما نتخيل العباد الكل الببليك نتاعنا والعباد اللي تفرج في ديارك كانت قبل تذكر اللي كانت تشوفك في كل مسلسل في رمضان كل رمضان كنا نشوفوه زهير رايس لو بوغوست دو لا تيلي علي التو بوغوست تبارك الله التو التو بوغوست تبارك الله كيف شنو؟ كان محمد مراد تاع التسعينات اسمعني ماهيش غلطه فما شويه راهو ولا اسمعني ماهيش غلطه زهير تو كونفيرم ولا الرومارك تاع مصطفى فما شويه اي تبارك الله عليك والله سي فغي تبارك الله عليه هو وان شاء الله ان شاء الله ربي يعطيك برشا حظ وربي يعطيك وكل واحد يتمنى هالمانة هذه ربي يعطيه الحظ داكور بون الحظ يحضر ويغيب صح احنا نتمناوه ديما موجود هو عنده حظ يمثل في رمضان وحتى هو مدير نتاع معمل نتاع قعدات معمل مدير نفس المدير اسمع كي يقولها لك جويل سافا اما كان قالها لك مصطفى مزمر عليك دونك سافا الى حد الان اما انا السؤال اللي حبيت نساله سي كو زهير كيف ما قلت لك سنسنا قبل كنا نشوفوك في كل مسلسل في رمضان كل رمضان مع نعديو مع بعضنا كيف قلتي معك انت تو سافا مومولي ما عادش نشوفوك في رمضان جمله يختاروا من الانستغرام ويختاروا في المزيانين زعما زعما تو لا 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 يختاروا في الانستغرام ما عادش حصر احنا العمالقه راهم تاع عقبات جيت من كتاب تاريخ انت منين؟ انا مبدع قديم كتب مبدع قديم نقز من الصنبا تاع ابن خلدون من الباس اوتر لي باس اسمع مايلي سايب ستارت هذاك مايلي سايب ستارت اكبر شيء السؤال اللي حبيت نساله زهير اسكو سي ان شوا
بيرسونيل والا ما نتخيلش ما عيطولكش جامي باش يكون شوا يستحيل انا باش نقبل انا وحدي نختار باش نبعد على الكاميرا خاطر بيني وبينها علاقه كبيره نحبها برشا الكاميرا تحكي غير مو ولا والله غير مو في بيني تحكي ايرونيك مو على خاطر شنو باش تقول لي معناتها ما عيط لك حتى مخرج لا شوف برشا اللي ما عيطوليش وانا ما نمشيش للكاستيك هذه المشكله هاي باه هي لو فات اللي ما تمشيش للكاستينغ سي فري لي مشكله على خاطر جو بونس ما تا كلكو سوا لو دوغري هذا سي مون سامبل ام بلا في كلكو سوا دوغري نتاع الممثلين ما تيزمو مش سوا ساعات تبدا لي بيرسوناج اللي موجودين في المسلسل ما يتبقوش مع اللوك نتاع زهير لا سي با فري بيتيتر بليزيور فيتون برشا مسلسلات اللي انا كي نقعد مثلا نتفرج نشوف مثلا نشوف روحي نشوف مثلا شخصيه ولا اثنين اللي نجم انا نعملهم مي يمكن خاطرنا ما مشيش الكاستين وفما برشا مخرجين نتاع ليبوك اللي يخدمنا فيها احنا الكلهم خرجوا روتريت مع بعضهم كل الكل سي حمد عرافه سي عبد القادر الجربي سي منصف الكاتب سي صلاح الدين السيب الحبيب مسلماني اي عزين الحربيب هذوما سته مخرجين كانت الوطنيه معناها ناس طبيعي خرجوا فرد فترة شفت هذوكم اللي بالحق يمنوا بيا ونخدم معاهم وانا عندي اونور كبير اني انا نخدم معاهم والله جو بونس اللي توش قلت من بيك زاد الحمد لله عايشك نضال بعد جيت بعد الثورة جيت هكا حاجة جديدة جاو ناس جدد وكل شيء بون عيطوا لي في بعد الثورة عيطوا لي مرتين عيط لي نعيم برحومة نحييه في عنقود الغضب وعيط مسلسل ياسر وعيط لي شكون يا ربي سي عبد القادر الجربي في ان سيت كوم واول مره وقتها نعمل كوميك انا مع وقتها البارتنير نتاعي مشيت ما مشيتش محلاها هي محلاها السلسله مي كوميم سلسله ما عادش محلاها لازم سلسله انت اما شنو هما 15 ايبيزود لو بروديكتور ربي يهديه قصهم تروف تروف رجعهم 30 وتعداو على تونسنا دونك ما تعداوش فزدها كي قصهم على تونسنا انا تخيل كنا نجموا نشوفوه مثلا في تاج الحاضر والله والله انا بدي شفت روحي فيه بايره في ولاد مفيده صح عليك مصطفى هاني جايك لا ما فهمتش صابر ربي نحب نقول حاجه فما المخرجين اللي بالحق برك عليهم ويعرفوا فيش يعملوا كل مي فما سي فري كو عندنا هذيا حكي على البوغوسيتود وكل سي فري كو كي تعمل دور نتاع بوغوس تقعد طول حياتك يعيطوا لك كان على الدور هذاك هذاك نعاني فيه استنى نسالوا محمد مراد اسكو صحيح ولا لا 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 على سبيل المثال نحكي محمد مراد هو اللي نجم يجاوبنا صحيح ولا الكلمه قالته بيك نجم تقول كيما بالحق نضاب شويه زاد ما يافورش معناها اللي كانت حصرت في كليشيه معين وانت تقد روحك فيه كاو ما انتش تحب تعمل وي مي سا سا ديبون دو لانتيليجونس نتاع المخرج ولا كان في مخرج ما يخمر عليك في حاجه فما فما ساعات زاد ان رول يجم نقولوا اوكا رابور مع البوغوس معناها ليش بس بوغوس على سبيل المثال فما زاد ساعات ان رول يعجب والعباد ما تحب تشوف الممثل مثلا كان في الغول هذاك كيف ما مثلا ناخذ الكار تاع بيجي معناتها توفيق البحري جيت انت وش تقول لك بيجي ناخذ الكار تاع توفيق البحري نتخيل توفيق معناتها 90% من العباد اللي يقعدوك في الشارع يقول لك بيجي اسمي تنساه انا توفيق البحري انت ما عادش انا توفيق البحري يقول لك بيجي ما عادش يقول لي شكون يقول له فلان يقول لي شكون بيجي ماتريكس دوك عايشين معاها هذه جات تشوف لي حل حاجه ظاهره في تونس كبيره ياسر مش كان على تونس برك يعني تو بحذنا الحدود الجزائريه ولا المغاربه ولا فما في الشرق يتفرجوا انا ما نرقد كان نشوف لي حل ولا زي زي وما تنجمش تنسي شوف لي حل دابور بور سكو سي مي اون بلوس افيك لي ريديف اللي تو سي تون ريديف خاصه المشكله فيش نزلت تعدى ومنزلت كي تلقاها تتفرج وتسرح معاها وتكبش لا والحاجه الباهيه في الرديف التلفزه مش تخلص فينا فيها هذاك علاش؟ القاطع سهل علاش؟ جيت فما كان جيت فما دغوا ليماج دغوا ليماج ما جيش ما جيتنيش اليوم لا جيب لا ما عنديش والله جيب هكا هو جيب ديما سقاي في القاعه ديما سقاي وهذه نصيحه للفنانين الكل يا ودي الببليك هو اللي يطلعك ما تتعلاش تحيه جمهوري ما تتعلاش ديما سقيك في القاعه حبيت نقول لك حاجه اللي انا راني نوعت في الادوار سي غراس ا كلكو رياليزاتور
معناها عملت دور الشرير في مسلسل دنيا شرير برشا زاد الشيطان لبس حوايج هو مش باب عملت دور الشرير وعملت ان ريديكول في في عند عزايز افيك سلاح السيد كومبوزيسيون معناها ديفيرون على اللي عملتهم كل هذوما زوز ادوار اللي انا معناها مختلف جدا تسدت حكايه الباجي ماتريكس ما بوكو درول عملهم جوستومون هذاك وين كنت وين كنت ماشي شدت ما اكثر حاجه حكيت بابليك ما يعني تو في البابليك ديما عندك اما لكن يشوفوني في حاجات اخرى رينيك رينيك جوستومون غادي وين كنت ماشي رينيك في في السينما رينيك في عندي 15 فيلم عاملا انا 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 ما تفرجت في باستارد وعجبني ياسر في باستارد حاجه اخرى شفت وديته ريموت اون فاسون انكرويابل جي تاكسيست كان في باستارد اي 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 لا تقول تاكسيست لا خلوك كل شيء في تونس تحط ايست عليها في باستارد سي فري كيف فيك 5 دقيقة قبل بالواحد بالواحد لا قلت لي تي ريماركابل في في باستارد اكسيلون اي دايوغ تحية نجيب القاضي زاد نحيوه ونسلموا عليه لا وكان شوف زاد زيزو زيزو سي اوتر شوز زيزو سي ان اوتر فيلم مع شو اسمه نتاع دون لو تان وقتها مع فريد بوردير مع فريد بوردير عملت زي مصطفى زاد برشا زيد فيلم تاع يارا عمل عمل بعض مسلسلات زيد ما تخلفش مسلسلات تتبدل يعني ما خادش في نفس الشخصيه يعني قبل سيدي محمود اذا بارو سيدي تتبدل معناتها خادم تبارك الله معناتها كنت خير مو زهير تو البريود الاخرى ما عادش نشوفه والله فما التجربه التجربه الصغيره اللي عملتها في لافير 460 رغم اللي هي ماني ضيف شرف مي جيتي فريمون فرحان بها جوسكو بو على خاطر خدمت مع مخرج محلاه عمل تكنيك جديده ماجد سميري تحيه لماجد سميري وربي يعطيه انتم محمد مراد مع بعضكم في لافير 460 وقتها وين اول مره نتقابلوا سيغ لو ميم بلاتو انا بديت في التلفزه من وري بلون ها؟ اي مش توا توا يعني باش نرجعوا نحكيو من نواري بلون من نواري يزي بلاد نتاعك مسلم توفيق بالحق قبل كان كان اصعب التمثيل يقولوا خاطر كان كنت تصور كازيمو اون ديريكت كل كليشيه كان عزيز ابو لابير ماري فيت كنت تصور كازيمو اون ديريكت معناتها الكاميرا بخاصك ما تخش هي كانت قبل تصور في الاستديو قبل كانت كيما الحاج كلوف وكانت كل شيء تعملت في ديريكت اما بار لا سويت ملي جات الماتيريال نتاع الفي تي ار كل شيء ولينا نسجلوا حتى مسلسلات نسجلوهم لكن في النواري بلون نوعيه الكاميرا سبيسيال ومش كيما توا عملت في عبد العزيز العروي انت كالخرافات لا ما خدمتش فيهم اما خدمت في قبل مع شحا مع علي منصور وكل شيء واليوم تحسوا كي الورقه الصفراء عرفت قديم اليوم تو سكي فوزا غيوني دقيقه برك يوسف تو سكي فوزا غيوني سي الحلقه نتاعنا قلنا على سبيسيال مسرح سي ان بروجي في المسرح اللي هو لمدك وتشفيقه على لمدك والغير سيت نتاع لمدك بعد on va aller un peu plus en profondeur par rapport للمدك اما قبل نحب نحيي بصديقي العزيز محمد مراد باش اسمع مش نحيا باش نحيا لو بوغوس على خاطر نعرفك ما تعملهاش اما باش نقول لو شوشو دو لا تيلي تونيزيان اكل هذا نجم نقولوا لو شوشو لا 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 لو شوشو معناتها 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 العباد الكل تحبوا محمد مراد معناتها في بارتي من العباد معناتها سي تخي تخي غار باش تلقى واحد يسب في محمد مراد ولا يقول في حاجه خايبه على محمد مراد محبوب يحبوك العباد الكل وخدمتك زادت تبارك الله عليها ولا بالحق جوتوني اتو سالي بيرسونيلمون برافو محمد مراد على الخدمه اللي تخدم فيها الكل ولا بالحق كل غول تاخذه تعملوا بالنتاع الاخر Dernièrement, في رمضان السنة رينيك اون بلوس في بليزيور بروجي رينيك في قضية 460 معناتها افيك اون تخي بيل بيرفورمانس رينيك في مشاعر كيف كيف افيك اون تخي تخي بيل بيرفورمانس كهو يضري بوغ هو رمضان رمضان عملي ولا هذاك هو الباهي للاكتور ديما يحاول يلقى دوتر بيرسوناج باش يبدل باش يلقى روحه ما يقعدش كيما كنا نحكيو ويقعد ديما في كسوه محمد برات معناتها الى يو لا شونس معناتها باش يخدم حاجات نتاعو على يظهر لي محمد عامل معناتها تاج الحاضره والقضيه ومشاعر والفيلم فيلم مع مجدي سميري فوس نوت هكا ولا وليام هذاك هو تبارك الله في السينما انا جي با يو سيت شونس مثلا معناتها دو 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 اي مي معناتها سي بون شوز اوسي معناتها دي مومون كو ترافاي سي بون شوز مي معناتها سي امبورتون 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 سي امب
باش تقراك في بليزيور. الناس في الفيلم في حاجه اخرى وليت في الفيلم اللي عملته مع نجيب بالخالي. وي في مش ولد مفيد كومبليتمون ديفيرون. هذا هو الشونجمون. بيان سور انا نفرح كي جو بونس زيد نامبورت كيل اكتور كي تعطيه اون اوكازيون باش يتقمص دوا. شوف يعني اذا لوكازيون الاولى اللي يجي باش يبدلك فيها مخرج سواء تلفزي ولا سينمائي. إذا كان شافوك تبدلت هما بدهم يوليو يتشجعوا باش يبدلوك. سكي فغي على خاطر مثلا بعد الفيلم نتاع نجيب القاضي برشا ما توصل لي وصلوا لي ديزيكو اللي اون بو لو فوار دون اوتر شوز كو سا. هذيك هي. وقل لي مادام حلقتنا سبيسيال مسرح قل لي غلط ولا صحيح المسرح زاد يتدون لوكازيون باش انت معناتها تعمل وحدك وحدك لي بيرسوناج اللي تحب عليهم انت وتولي تو ديفيرسيفي لي رول با ديفون اون كاميرا مي سور سين. التليفون نتاع الخدمه اللي في بلاصتها. سامحني حتى سامحني المخرجين يلزموا عندهم زاده الشجاعه والجراه باش يعيط الكوميديان يعطيه بيرسوناج اخر مش خاطر عارفه في التمبر هذاك يبلوكيه. ميرسي يلزموا هو يعيش المسرح. ميرسي ميرسي نقولوا فيها عندنا قداش ان شاء الله الميساج يوصل سيرتو كون سا فيان دو سير كيف ما توفيق البحري يلوغا بلوس دو شونس باش يخلط. محمد خلينا نرجعوا لك ليك انت. قلت لك محمد بالرسمي ما حق من لي جون اللي قاعدين يخدموا على رواحهم وقاعدين يطوروا مش هيك الوقف ابو غوست وكهاو معناها بحق. لا 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 والله بحق انا يعجبني وبعثت لك مساج تفكر اي وقتها احكي لنا اي وقتها بعثت مساج قلت له برافو شو كتبت فيه برافو قلت له نشجعك كموهبه صاعده معناها خلي محمد يحكي قول لي محمد دو كيف ما قلنا سمينا الخدمه الكل فما حاجة جديدة تحضر فيها رمضان السنة في رمضان الجاي؟ رمضان الجاي فما مشاعر إن شاء الله نبداو الشهر الجاي مشاعر نصوروا سي تو فا بيان الشهر الجاي نبداو نصوروا وثما ثما خدمة اسمها عاشور العاشر سيت كوم يتعدى في في الجزائر معناتها تحية فيها على الجزائرية خواتنا الجزائرية فوالا باش تحكي بالجزائري دونك اي حكي ديجا عملنا تخوا سيزون هذايا سي لا تخوازيام سيزون عملنا السيزون الأولى الثانية علموك علموك الجزائرية حطوا لك كوتش كوتش بحذايا بال اعطينا هكا جيست عندي عندي ثلاث سنين راني ميليسا اخر واحد عندي عامين شاورتو عندك ثلاث سنين مش عندك لا 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 معناتها عملنا سيزون عندها اربع سنين عام ما عملوش العام اللي بعده عملوا توا باش نرجعوا يا سيدي اذا تسمى هربا تسمى هربا يا خوتك هربا ما نحرجكش كاع نموت على الكلمه كاع كاع معناتها هيا كاع نمشي وشوف يقولوا لي كاع يشرجوني على الاخر يفك يقولوا لي كاع يشرجوني والله تزيريا معناتها يبدا جونتي معناتها يحكي معاك يشرجيك ما تعطيك انرجي وتولي هاي هاي بلا هاي كاع الزبيد نتاع انا نتاع حلقه اليوم الزبيد نتاع حلقه اليوم. مرحبا بكم في زابينغ موني باندا الزابينغ اللي تشوفوه كل نهار احد في برنامج نهار لحد ما يهمك في حد. اليوم باش نشوفوا مع جعفر اخر ما وصل للعلم في تفسير حياه الكوبل. نفسر لك حاجه باش نفسرها لك بالضوء. الحياه في الكوبل لازم تكون موجب وسالب يعديو كوران باش ما يصيرش كور سيركوي. لو كان تكون انت موجب وهي موجب بيان سور تصير المشكله، اما كي تكون انت موجب وهي سالب وقت تكون هي سالب تكون العكس ديما العكس، هي طلعت انا نطيح شويه شنو المشكل؟ شنو هو المشكل؟ لا ما فما حتى مشكل جعفر، جست الموجب والسالب عندك. اقول لك شيئا. نعم تفضل. انا الليله اشعر بالتصديقه. اما يوسف انت وميسا ابارامون الكورون بيناتكم موجب موجب، شبيك؟ النبزة على عجلة. هاي اسمع سيدك. مش كان انت جاك الكادو ماكش تخيب روحك معناها حاجة كبيرة حتى انا جاك الكادو. يا بنتي ما كملتش. امين امين بالاسمين. امين. ليه كادو؟ اللي عندي أسكي كنت ناجم تعملهوني يوسف انت تعرف لي ديجا عاونتك صح عليهم الكرونيكور نتاعنا ديما يجيبوا لهم دي كادو اما امور فرحه كل واحد وفرحته يا قشابيه قشابيه كاسترو تبارك الله عليه الراب يمشي في دم مانيش باش كسر راسي كيما كان عبد كنا نوقع يا بابا غادي كذا 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 قعدت نلبس حوايجي بالتكي باش نعرف اللي حوايجي جدد اللي تغسل نتغسل لا كافي ما نغسلش من الامور سو كاسترو فريمون ما فهمت منه شيء انه لازمك تتطور معايا باش تفهمني اي برا ميلا كاسترو اعطينا بانش لاين كيما اللي مسنسنا بيهم نعرف ما عرفش قبل ما يولي فما وفسيت كاردي في والفازات هذيك حسيتك اللي صح عليهم ما هاش جديد الدنيا عندهم هما الغاديك اما انا ما نحبش ها اللي انتوا عايزين تبوظوه بقى ولا تعملوه انتوا ولا الله
بطولي يا بنت. معناها زياد المكي ليزي كرونيكور نهارين في الجمعة ليزي يزيدوا يجيبوه انفيتي نهار السبت. بسم الله وبالله. هيا برا مالك خنشوفوا بالك شي عنده جديد. انت ماكش قفاف؟ جيب لي مرة انترفيو قففت. جيب لي مرة حاجة قففت. لا لا محالة الحكاية ما تستحقش برشا رشارش. مامتي قالت لي عزيزك عنده برشا فلوس يعسوا عليه. أنا نهارتها شديت نهار كل عزيزي أنت بابا وأنت نشم عليك ريحة بابا وأنت راك خويا وبويا ونموت عليك. كان لازم نغني له أنت بابا يا بابا كان جات تعبالتي راهي أون بوكل. هو الحقيقة الحقيقة ما عندوش مع القفة أما عنده مع ال هذا زابينج اليوم إن شاء الله يكون عجبكم ونتلقاو الجمعة الجاية زابينج جديد. برافو منى باندا على زابينج. نحب نذكركم أنتم اللي تتفرجوا فينا في ديارتكم كان تحبوا تربحوا شهرية مليون كل شهر شهرية كل شهر شهرية مليون كل شهر عامين 24 موا مليون جيكم شهرية مليون كل شهر بوندون دو زون ساهل ياسر. تبعثوا حرف دي ل 85 811 تبعوا الميشن تركزوا معاها كي باش تبعثوا الميساج هذاك باش يجيوكم سؤالات تجاوبوا عليهم وكان تجاوبوا صحيح عندكم توت فو شانس باش تدخلوا في التيراج سور وتربحوا مليون كل شهر بوندون 24 موا بوندون 2 ans. نبداو باهي شهرية يعملوا حاجة لا باهي يعملوا يعاونوا 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 على حاجات. دوك خلينا نتعداو للروبريك الأولى نتاعنا وخلينا نبداو في الإيميسيون نتاعنا نتعداو البلايند تيست. بلايند تيست بلايند تيست خلينا نفسر لك سي توفيق ممكن أنت ما تعرفيش الروبريك هذه محمد أنت تعرفها فهمت زهير تعرفها باهي سامب ياسر انتم هكا مرشفين وعندكم ديزيلاستيك شادين لكم ساقيكم تورا الدي جي ريزيدون تاعنا باش يحط لكم موسيقى كي تعقلوها الموسيقى تجيو تنزلوا على البوزور تجاوبوني كان ريبونس صحيحه تختاروا شكون تخرجوا كان ريبونس غلطه تخرجوا انتم واضح ليش ما يمشيش واللي ما يعقلهاش ما يتحركش فما دي موسيقى نتاع نتاع توا وفما دي موسيقى قدم دوك نورمالمون الكل باش ترقوا رواحكم يلا حاضرين 3 2 1 توب ميوزيك بوبا ديكا ار ايش بحذاء توفيق اسمعني تورا وهو كان يحكيو جسك قول يحكي ما يحكي هو عطا برا ست بلاستيك برا غادي برا عزيزي برا برا اسمه برا عزيزي انا صمت توفيق منين تعرف نعرف لا والله برجريه يعطيك الصحه صحيحه صحيحه برغيفون ما كنتش نستنى في توفيق هو اللي مشات لنا برغيفون طبعا قلت لها توفيق تو من اللي قعدوا لهنا شكون تحب تخرج هذاك اللي قال لي ما قالش راجوي يعطيك الصحه بس 3 2 1 توب ميوزيك صافي بالكم تو لي زانفيتي في فورما ربي فضلنا وما خرجوناش لازم نخلي تو لا انت بيجي راه زيد من الجماعه اللي نجموا يخرجوا على المسافه قريبه علاش يقلق فيا كان ترى راني خليه من قريب زهير زهير شكون تحب تخرج من الليل هذا الكل انا يلزم نخرج نخرج واحد جاسي أنا بحذاك والله ايش باش نقول اربح فيها خرج فيها خرج عارفه انا سخنيت المسافه هنا اسمعني طلعوا 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 انا
انا خالي حسابي على المسافه. علاش ماشي غادي وعاودي رجع فيك هكا انا قريب فيك انا بدي رحمتك ما خليتكش توصل غادي ونخرج ربي قد غادي انت خاطر انا قاعد برافو توفيق ترجع زهير غادي اوبا اسمعني جماعه جماعه يربوا كيفكم بالضبط معناتها كانت تحس لا فما لا صحبه لا شيء انا الصحبه علاش نتعديو للتخوازيام تيتخ 3 2 1 توب ميوزيك ارجع مصطفى شنو شنو مصطفى اي خاطر هو انا ما ننساش اول حلقه معاكم خرجت هي صحيح صحيح كلامه صحيح معناتها انت مخليه الحكايه في قلبك باش تعرف قديش بغضي يلا انا معاك انا معاك على خاطر تعرف شنو هو انا معاه ومصطفى جو نفي بلو جامي لو سوتنير ناحيتيك عليه يا عم جو نفي بلو ناحيتيك بعدني جو نفي بلو جامي سوتنير معناتها البارح في فكره سامي الفهري مصطفى لقيته غادي كي تبدلنا من البلاتو ولا يشبرش وغزر والله ولا يشبرش ويعمل فيهم خاطر هيك يضرب فيا قال يقول هكا البارح جاني في الميسيون تاع هادي قال لي انت تضرب فينا لي كونيتي انا وكل... مش عارف بيك الاكستنسيون فضحته البارح بيه اونو شين يلا اما قونا... تشوف بحري بحري اسمعني بقاو لنا ثلاثه اولاد وبنيه بيكا تو حطوها في وسطك كنت فاسون تي بيكا الطفله الوحيده اليوم يا ذولي يوسف دو زانفيتي دو كرونيكور خنشوفوا شكون باش يربح لا ستوب لا حتى شيء 3 2 1 توب ميوزيك هلا هلا هنا نا عليك هو لا لا ما تنزل الزوير تخسر راك خلي يوسف فبريك شيء قولوا له فبريك ترى امشي ماشي 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 هاي فريق خلاك كيف في اي خش خش ترى بي دونك اون كون ديما قاصصها ما يتكلمش على خاطر هو من بعد ما يتكلم يعطيك كتير هوي هوي قاعد يعمل هوي هوي هيك هاو ترى معروف وير ان بويز ويز كاليفا مش يعرفوها ترى راه تورا خذ فراش لا حط وحده بالعربي خاطر زهير طلب وحده بالعربي لا والله باش يحط وحده بالعربي على خاطر ديجا من قبل باش يحط وحده بالعربي مش على خاطر زهير طلب كفت انا شيء ترى عندك اقعد شيرين اللجمي علاش اللوم شيرين اللجمي علاش اللوم يوسف جست حاجه برك برافو شيرين اللجمي خاطر الروكور في اليوتيوب راه الاغنيه ذي اللي عملتها من القصه نتاعها هاي تصديق على شيرين اللجمي تلا تجيب حقنا علاش تقول قف كي نسكروا عبد تحب العبيد يسبوا بعضهم هذا يعني في قطع الدنيا يسبوا بعضهم يقولوا كلمه حلوه لا 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 قلبت الموازين في العالم نفاق هذا يزب للنفاق من قلبه الراجل لا 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 ريت في زهير تصفيق على زهير الرئيس الاغنيه موقف ايه موقف تلفت عليها زوين تلفت عليها ويا اخو موقف على قاعدة قاعد في مكان استنى استنى اسمعني شو محمد شو بلغ خلف زيد اسمعني توفيق انت غادي تلهنا غادي باش ما يسرقش لي ريبونس من عند دي جي تورا يوسف توا باش نسالوك اسكو باش تخرج بيكا وتقعد ولاد صافي اللي هي تخدم معاك معناتها وكوليك وكل شيء والا باش تخرج محمد مراد اللي هو صاحبك وعشيرك والا باش تخرج وقريت معاهم
تخرجوش والا باش تخرج زهير الرئيس اللي انت تحترمه وتحبه كل شيء. خارج مصطفى. خرج مصطفى هاي اللي بعده. قتلتني بالضحك. تيزي كمبل. هاي يكمبن يكمبن لا 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 عاد لا عاد لا عاد خرج خرج زهير والله نحبك والله ريت يا زهير سيغيسي بخوك سيغيسي بخوك والله نحبك خرجنيش انا نعرف مش باش يتغش علي محمد مرا سيريس محمد ما لحقوا البوغوستين خرج البوغوستين الكل غاير غاير خرج البوغوستين معناتها معناتها خرج اكثر واحد ما تقدم واحد يعرف مو خاطر اقدم واحد ما يتخشى صاحب واللي كنت تقول قرينا مع بعضنا كل شيء صاحب عشره يا ولدي قديش كم خير انا نعرف السيرنوم تاعو معناتها شوف قديش صحاب نعرف السيرنوم تاعو اللي ما يتخشى يوسف 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 والله من حطمك يا يوسف صحري بحري تو فافوا انت خرجت مصفى محمد ازيد وضحيت في البلاد غير من هاي هاي انا سيلس لا نحن نلعبوا مسيلس يلا ونوشين 3 2 1 توب ميوزيك اسمعني 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 كل يديكم وراكم كل يديكم وراكم كل يديكم وراكم شنو نقول لكم جيت فازا نا 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 ما انا انا جيت ما انا انا امشي تحت مروعك بوني بوس بيان جوي انا انا هاي هاي ما خرجتك ما يحكي مع احد ونجي معاك الصبيح لهنا وكل ما يحكي معها حد توا اخزر لي انا بركش نحكي معك بيكا انت توا نعرف قديش صحاب انت ومصطفى نعرف قديش صحاب انت ومصطفى عندك لوكازيون استنى عندك لوكازيون باش تاخذ الروفونش نتاع مصطفى ومحمد مراد اللي انت تحب وتموت عليه وصاحبك وتقول سي مون بيبي ودرشني وكل شيء عندك لوكازيون ذي وتخرج يوسف والا عندك لوكازيون باش تخرج زهير الرئيس بيكا شكون تحب تخرج؟ زهير الرئيس مكسح قلبك ايه مكسح قلبك فدلك حرام والله هي بيكا من دمرك والله هي بيكا من دمرك هنيئا لك هنيئا لك حتى الببليك تصدم تحية جمهوري دبرت هني انت هو اللي دبر هيلي تعرف توفيق انا يوسوس والله يا زهير انا مشكلتي مش غادي يا زهير انا مشكلتي مش غادي انا توليت خايف من ليكيب اللي نخدم معاه ما عندهمش قلب تعرف يا صاحبي يا عشيري ريت ما تضحكش معايا انا صاحبك العشيري سيبني فيك راهو توا عندك جماعتين مانيش قاعدين نفهموا فيك ما تلفاز نتاع المريفات نتاع جهاد كيفاش خرجتوا في بلاصه يمين اليمين من بعد ما عادش نفهموا فيك بيكا جو سوي تخي ديسو وفما حاجه تكسرت ما بيناتنا الكل اليوم مش مشكله نتعدي ونشوفوا الفينال شكون باش يربح ما بين بيكا ويوسف تورا ميوزيك والله ما عادش فاهم حد شيء في اللعبة أي خويا مدلك الواحد نزلت بدون ريبونس انا مو بس ريبونس هاتيني عرفتها غنية شد السيف وهي قابلني بامبيتر عرفتها بامبيتر تربح بلاين رغم اللي خرجت يا ما صفق عليك ولا ايه ولا حتى هما في بعضهم ما انت ماهوش ناقصين عاد دخل ديريكتومون توفيق توفيق زهير خرج توفيق ما تشدش البونتو لا لا شوف شوف في الروايه خبط قد كان حنا عليه توا ما عادش نداعبوا في المسرح في وقتنا هذا الدنيا تبدت والقلوب نقول بس عليها الحمد لله اوتوكا برافو بيكا يعطيك الصحه مالغري مانيش فرحان بك برشا شرب التليفون ولا شيء جو سوي ديسيو باهي
باش نتعدل موضوع اخر. الجمعه اللي فاتت عملنا السيلفي هذاك اللي هبطناه بالتليفون هذاك غيك 9 اس نتاع هواوي وعجب برشا سيلفي وسورتو الكاليتي نتاع السيلفي هذاك وبرشا سالوا قالوا كيفاش وما حبوا يعرفوا بلوس على التليفون. دونك السيلفي هذاك اللي عملناه الجمعه اللي فاتت باللي غيك 9 اس اللي هو فيه كاميرا سيلفي اوتو بوب اب. اوتو بوب اب هيك الفازه اللي شيخت عليها المره اللي فاتت كيفاش كي تجي باش تعمل سيلفي تخرج لك كاميرا من القدام واحده والكاميرا هذيك فيها 16 ميجا بيكسل والكاميرا نورمال فيها 48 ميجا بيكسل وتنجموا تعملوا تصاور قد ما تحبوا على خاطر عنده اون تري غروند كاباسيتي دو ستوكاج 128 جيجا روم و 6 جيجا دو رام. لي غريك 9 اس هذايا فيه 3 كاميرا تشوفوا فيهم لهنا وباش تلقاوه موجود ابارتيغ دو 6 ديسمبر و 999 دينار هكا هو. باش نسالك على السوق 999 دينار و ابارتيغ دو 6 ديسمبر فيديو زاد تاع اسمع لا ورا بالحق فيديو ياسر ياسر طياره تليفون وزهير كي تحب نجمو نشوفو تاو فيديو تشوف وقت فيديو سيزون على التليفون هاي كاميرا بابا Y9S اللي يحب ياخذ موجود depuis le 6 décembre sur le marché عنده دوك نهايرين sur le marché 999 دينار اللي يحب فاست لامبرانت اللي على جنب معاش من تالي على جنب زاكت صحيح فما فازة والكاميرا تو بوب نزار راه وليد حتى كي تخرج معناتها يحس بالخطر التليفون مثلا مش في القاعة تسكر واحدة تجبد روحها واحدة في التليفون ولا تحس بروحها تحس بالخطر كنت تحبوا تربحوا تليفون هذا غريك 9 اس فما بوسيبيليتي باش تربحوه تدخلوا على الباج فيسبوك نتاع هواوي تحطوا جيم وكومنتير على البوبليكاسيون وكيكا تدخلوا اون كومبيتيسيون في بور غاني لي غريك 9 اس دو شي هواوي. يلا خلينا يا جماعه قبل ما نكملوا في ليميسيون تاعنا نتعداو الكورت باج دو بوبليسيتي ونرجعوا بعد الفاصل.